صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم من جديد. صباح فتوش معكم، بتمنى ان تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. واليوم راح اسوي قشطه، راح اسوي لكم القشطه، اعلمكم شلون بتصير القشطه. هلا اول شيء انا في عندي راح احط لتر حليب مشان اعمل اول منه القريشه، وعندي بعدين نص لتر راح احط كريمة الحليب السائلة الكريم اللي هو كريم، ونص كيلو راح احط كمان حليب عادي بعدين. بس اول شيء راح نساوي كيلو حليب ونساويهم قريشة، وارجيكم الباقي. وهي عندي هون 4 معالق كمان نشا، كل كاسة حليب بدها معلقة نشا كبيرة، كل كاسة حليب. هلا هاي المحتويات مشان اعمل القشطة، راح ارجيكم اياها عاد يعني خطوة بخطوة. هاي اول شيء مثل ما قلت لكم الكيلو حليب، يعني 4 كاسات حليب، وهي تنتين، وهي ثلاثة، وهي ما كملت الأربعة لأنه أخذي منه رح أكمل فيه، وهي 4. هلا بعد ما شعلت عليهم النار بس يسخن منيح الحليب، رح أحط لهم اللي ما قلت لكم عليه خل، شايفين؟ يعني فنجان، ثلاث أرباع الفنجان صغير خل، بعدين بحطه. هلا بعد ما سخن الحليب انا قبل ما يغلي راح احط له الخل. احط له الخل وحركه. شايفين شلون بلش؟ شوفوا شلون بسرعة. ها شوفوا بلشت تطلع القريشة، شايفين؟ هي هلا غلا، هلا بطفي عليه وبلش بعد شوي قيم، يعني بلش قيم منه، قيم الوش يعني. شوفوا هلا باخذ منخل، مصفاية منخل، وبحط عليه محرمة، شايفين؟ هلا مشان قيم وحط عليها مشان يصفي منيح من المصل. ها وهلا ها مثل ما انكم شايفين، هلا بيمو بحطه بهالطريقة هاي. هيك لحتى اخلصهم كلهم ايمو، برجيكم قديش بيطلعوا بعد ما صفيتهم كلهم. شايفين بينزل هلا المصل كله هون، هخليه هلا هيك شوي لحتى ينزل كله المصل منه. اللي بده، اللي عنده شقفة خام بيقدر يحط عواض المحرمة، يعني في عدة طرق ممكن يحطها، يعني انا بحط المحرمة شغلة سهلة وسريعة. هلا بعد ما سويت القريشة رح اساوي المرحلة الثانية، وهي نص لتر حليب قلنا، رح احط نص لتر حليب كامل الدسم. هي انا مالي عم اقول لكم اياها، بس كامل الدسم لازم ينحط، وهذا جبته حليب تازة مو مبستر، يعني هديك ايه حطيته، بس هي حليب تازة. هي كاستين هون، وهي كريمة الحليب
او كريمة السائلة شايفينها هي كمان نص لتر، راح احطها انا فوق نص لتر حليب. ما راح اسوي انا كمية كبيرة، اللي بده اياها اتقل على كل حال. اذا بيحب ال شو اسمه القشطة تقيلة، ممكن عوض ما يحط لتر ويعمل منه القريشة يحط لترين، يعني ممكن. بس انا الحقيقة هيك بتطلع خفيفة، يعني ما بتطلع تقيلة لهالدرجة. وهلأ بقى بنحط فوقها الاربع معالق نشا، ها رح نحطهم ونحركه. هلأ بنحركه ونحطهم على النار. هلأ بعد ما ذوبت النشا منيح، هلأ برفعهم على النار. هي انتبهوا، يعني بتذوبوا النشا منيح، او اذا بدكم تاخذوا شوية حليب بتحطون فوق النشات بتذوبون قبل ما تحطون، نفس الشي يعني ايه اللي بدكم اياه. هلأ رح ارفعهم على النار وحرك فيه. هلأ رفعناهم على النار، بحرك فيهم. هلأ رح اغير المعلقة مشان الصوت. هلا ببلشوا تحركوا فيهم، غيرنا المعلقة. أنا ليش حطيت، ممكن تعملون بحليب على الحل يعني بدون الكريمة السائلة يعني، عرفتوا؟ لأنه أنا بتطلع طعمتها أطيب يعني بتطلع فيها، مشان هيك حطيت. بس ممكن ما تحطوه، تحطوه بس لتر حليب يعني، وتحطوا له الأربع معالق نشا، أربع نشا، أربع معالق معباينة نشا. مثل ما شايفين يعني. بعد 5 دقايق من التحريك ببلش شايفين يسمك بقى. كنت حركه، شايفين المنظر. هلا بلش يغلي، نوصته على الاخر طبعا انا. خليه هيك يغلي شوية وانا عم حركه. شايفين ما احلى المنظر. هاي مثل ما شايفين بعد 10 دقايق شوفوا، شايفين المنظر. هلا بناخد بقى القريشة اللي سويناها. نقيم هلا هاي مشان نخلط القريشة منيح. هاي هلا القريشة شايفين بعد ما صفيناها منيح، هلا بحطها وبنحرك منيح. شايفين هلا بتحركوها منيح منيح مشان تتدخل فيها منيح. اذا بتحبوها ناعمه يعني، فمثل ما قلت اذا بدكم اياها ناعمه بتعملوها بالخلاط تضربوها، واذا بتحبوها هيك على طريقه القشطه مثل عنا بسوريا بتخلوها بدون ما تضربوها بالخلاط، مثل ما بتحبوها. هلا بقى رح اسكبها انا بجاط وبردها لحتى تبرد بالبراد ساعتين ثلاثة، شوفوا انتو لا تبرد يعني. شوفوا هلا بعد ما طلعتها من الثلاجة، لانه حطيتها بالثلاجة مو بالبراد مشان تبرد، وحركتها شايفين لقيتها سميكة شوي، لانه انا حطيت لها الكريم السائلة فبتعطي سماكة هي. وحقيقة حطيت لها انا الاربع معالق نشا، لازم كنت احط لها اقل مشان الكريم، فمشان هيك انا رح احط لها شويه حليب هلا مشان تخف شويه ما تطلع سميكه بهالشكل. حركها وارجيكم اياها هلا بعدين شلون بتصير، يعني ممكن الواحد يحسن بالشغلات شغله ما طلعت معكم تعملوا لها تحسين يعني. هي هلا بعد ما حطيت لها نص كاسه حليب حركتها منيح هيك خفت شويه افضل هلا مشان الحلو، لانه بدي اساوي لكم انا بهالقشطه نموره ان شاء الله هلا عن قريب رح اساوي لكم اياها. على كل حال
قال بنات اختي هيك القشطه بسوريا ما بتكون مضروبه بالخلاط. هي الحقيقيه والظريفه هي اللي طلعت معنا. فان شاء الله تعجبكم وتسووها تزبط معكم. هلا رح ارجيكم شو سويت بشويه قشطه. هلا هي عملت لكم هون سلطه فواكه وحطينا عليها هالقشطه. يا سلام شو ظريفه. خففناها شايفين للقشطه مشان تشوفوا المنظر. هذا طلعت منظرها بشهي وطعمتها اكيد اطيب. على كل حال ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله صحتين وهنا وان شاء الله بنشوفكم بالاكله الجايه. الله معكم، مع السلامه. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الاكلات اكثر من هيك بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.